ازيكم؟ اهلا وسهلا بكم في قناة جرافيك ماكس. درسنا النهاردة شرح الانترفيس بتاعة الفوتوشوب. بنروح على برنامج الفوتوشوب بعد ما بنسطبه من اللينك اللي انا سيبه لكم تحت في الديسكريبشن او على موقع ادوب. وانا عن نفسي افضل لو هتحمله من موقع ادوب، عشان لو نزل عليه اي اصدار مع التحديثات هتلاقيه تلقائي بيتعمل ابديت لوحده. انما لو انت محمله بكراك، لو عملت له ابديت فيما بعد هتلاقي الفوتوشوب وقف منك. طيب، زي ما قلت لكم ده برنامج الفوتوشوب. بنروح هنا عشان اعرف لكم، بنروح هنا دوس نيو كرييت. طيب، وبتبقى هنا الانترفيس بتاعت الفوتوشوب، وبتتكون من هنا فوق الميني بار، ادوات اسمها الميني بار، ودي هيبقى لها دروس مخصصة ليها هشرحها لكم بالتفاصيل ان شاء الله. وعلى الشمال هنا ادوات التول، ادوات التول بار. وعلى اليمين مجموعة من القوائم اللي بستخدمها في مع الديزاين. يبقى دي الانترفيس بتاعت الفوتوشوب. لو عايز تغير الالوان بتروح على ايديت، تنزل هنا على بريفرنس، تروح على كده على بريفرنس انترفيس. انترفيس طبعا هنا جايب لي اربع الوان، انا على الدارك عشان تبقى بالنسبة لعناية مريحة جدا. وهنا لون فاتح شوية، هنا لون افتح، وهنا بيبقى ابيض. ودي بترجع لذوقك انت وعلى حسب ما بتحب. انا عن نفسي زي ما قلت لكم انا بحب اختار اللون ده. وبكده درسنا يبقى انتهى. شكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك سبسكرايب للقناة عشان تشجعونا في المزيد، وانتظروا الدروس اللي جاية من سلسلة تعليم الجرافيك. شكرا.